النجاح القادم مرتبط بحضراتكم انتم. اللي عايز هينسى نفسه ويفتكر بس بلده. الو يا استاذ رمسيس، انا في الطريق اهو. انا في الطريق بس عشان المرور. لا ان شاء الله 5 ساعات اكون عندك باذن الله يا رب. مع السلامه يا استاذ. اصل انا عندي فيلمين يا استاذ، واحد تاريخي والتاني ثوري، مش عارف اعمل انهي واحد فيهم، رغم ان انا اصلا نفسي اعمل فيلم كوميدي. اطلع يا اسطى. نتوقف ونفكر وبعد كده نقرر ان شاء الله.